لم يظن يوما هذا الشاب ولا عائلته ان وسامته ستختفي بعد بضع شهور من المام المرض الخبيث به فعلا فهم لم يظنوا يوما ان ورما صغيرا في عنق ابنهم سيحول حياتهم الى كابوس والدري كيف كيفاش كان واليوم كنطلبوا الله والمحسنين والجمعيات وجلاله الملك باش تعاونوا معايا على الدري باش هو يرجع ويقرأ كيف ما كان كيقرا مع الدراري والدراري تبارك الله أقراه. كل الحقد شي مستوى اللي كيتمنى فيها والدري ولدي انا راه مسكين راه ضاع وغادي كيتمحن راه في ما مالم وصابر الالم ديالو ودابا الله يزيدكم بخير كنطلب من الله والمحسنين والجمعيات يتعاونوا معايا جلالة الملك يتعاونوا معايا الدري باش هو ان شاء الله يكون بخير ويكون بحال الدراري ديالو وتا عنده واحد المستوى توا ان شاء الله زاهر ومزيان لحسن كان قاب قوسين او ادنى من اجتياز امتحانات الباكالوريا الا ان الابتلاء الفقر حال دون ذلك لكن الشاب الوسيم يثق في قدره الله كما يثق في تعاطفكم ومساعدتكم له نتمنى من الناس اللي كيشوفوني المحسنين يساعدوني باش انا نتعالج باش كنت محبلين ماكناش باش انا وقف انا جايت انا انا المستقبل ديالي وشي كنتمنى ان نتعالج نتعالج ملي بخير الله دابا انك تخدم والوقت من من الوقت فاش مرضي الدار وقفت على العمل ديالي انا كتهز العائله الواليده والخوت الوليدات وانتم كتشوفوا الحاله كدير يعني الوقت اللي كنبغي نديه باش نعس وخاصني كيفاش ندير خاصني نقلب فاش نديه كنتكرفص معاه واش كنديه باش كنحطو الوقت اللي كنديه وكندير السبيطار كتسنى باش كتنعسو في البلاصه ديالو الا كان الدواء راه كيديروا ما كانش الدواء خصك باش تقلب تشري ولا تشوف كدير معاه ربما قضاء الله وقدر الحسن وعائلته اتاه بالابتلاء ولربما احسانكم وتدخلكم لانقاذه ياتيكم بالصحه والعافيه والاجر والثواب